الاهلي النهارده 62%، يعني ارقام الاهلي في الاستحواذ اكتر 62%. بالنسبه للتمرير النادي الاهلي اكتر في التمرير 513 تمريره قصيره منهم 415 صح، النجم 313، يعني النجم النادي الاهلي اكتر من النجم في عدد التمريرات. التمرير الطولي النادي الاهلي اكتر 63 تمريره مقابل 52 تمريره طوليه للنجم الساحلي، 32 منهم صح للنادي الاهلي و17 للنجم الساحلي. برضه العرضيات بتاعه النادي الاهلي اكتر 12 عرضيه مقابل 8 للنجم الساحلي، المراوغات النادي الاهلي 15 مراوغه مقابل 10 للنجم الساحلي. اما المحاولات على المرمى النادي الاهلي ليه 5 محاولات منهم واحده صح اون تارجت، النجم الساحلي ليه 7 محاولات منهم 3 اون تارجت. دي الارقام، الارقام بتاكد. بصراحه اللي عجبني كمان شخصيه البطل موجوده في النادي الاهلي من اول دقيقه، من اول دقيقه انت من اول دقيقه انت مسيطر مستحوذ، انت بتلعب بره ملعبك، الفرقه خايفه منك ومرعوبه. هقول لحضرتك على مثال في اخر الماتش خالص، رغم ان احنا بنلعب ب 10 وهم متقدمين علينا، اللي واقفين بره مش عايزين يدوا الكره للشناوي عشان يلعب ضربه المرمى. دي اكبر مثال على الخوف والرعب من النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي الموجوده. كان معانا الصوره اللي فيها الارقام، هنبص بص حضرتك اللعيبه قد ايه واقفين ورا والتراجع الدفاعي اللي بياكد شخصيه النادي الاهلي. دي الحاجه المميزه جدا، ان انت ازاي تلعب ب 10 لعيبه، يعني انت بتلعب ب 10 لعيبه وبره ملعبك والفرقه بتدافع قدامك، والدقيقه يعني بعد الطرد مباشره، والفكر الدفاع عند النجم الساحلي. فده دليل خوف ورعب من شخصيه النادي الاهلي. دي حاجه مهمه جدا، دي بتاكد ان شاء الله يعني رغم الخساره، لا ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قادر على حصد هذه البطوله. الرعب الموجود في الفرقه ومن شخصيه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي والاداء اللي مقدمه النادي الاهلي الموسم ده، بياكد الصوره دي بتاكده طول الماتش. واحد اثنين ثلاثه كل الفرقه تحت الكوره، كلهم ورا الكوره، لعيبه النجم الساحلي، ورغم ان احنا بنلعب مطرود مننا واحد، ده حتى فايلر استنى لما يشوف ايه اللي هيحصل بالظبط من كتر ما هم بيدافعوا، لان الفرقه اللي قدامه خايفه منه مرعوبه فبتدافع. دي حاجه بتاكد شخصيه النادي الاهلي، دي حاجه تحترم بصراحه من النادي، يعني شخصيه النادي الاهلي دي حاجه مهمه جدا، مكسب مهم جدا كده. شخصيه النادي الاهلي خارج الارض حاجه مهمه، ان انت ازاي مسيطر ومستحوذ والفريق يعني واضح جدا ان هو متراجع. مين اللي بيلعب 10 هنا؟ مش واخد بالي بيلعب 10 ايه في ال، مين اللي مطرود منه لاعب يعني؟ لا نادي الاهلي هو ايمن اشرف يمكن مطرود يعني من في الدقيقه 13، لا طرد مبكر جدا، والطرد ده ممكن الناس تقول لك ازاي لا الطرد ده يا جماعه ياثر في فرقه لما تلعب لما تلعب 10 لعيبه ضد 12 لاعب الناحيه الثانيه كمان مش 11، فرق كبير جدا. 10 من الدقيقه 13 لياقه بدنيه عند فريق النجم هتبقى اكتر. ليه؟ لان احنا عندنا اللعيبه هتقل بدنيا لان هم بيلعبوا ناقصين، فدي حاجه مهمه جدا من الدقيقه 13. وبالتالي المباراه النهارده بصراحه حسمت بره يعني بسبب خطا تحكيمي يمكن